وبريزون الشيخ بشهراج على تلم اللاحت بمشاركة الشيخ خالد سوبري هي بنوير أخويا للأحباب جنرال وهذه مهدية ديك يا قمحي يا لولي كيراك يا قلت لهم لاباس وجنة تسلال قلبي ينفضحوا ما ملكتي ميتي ماني محصاص ما ندخل باب البر ما نفتحوا يا لولي كيراك يا قلت لهم لاباس وجنة تسلال قلبي ينفضحوا ما ملكتي ميتي ماني محصاص ما ندخل باب البر ما نفتحوا شفت الدنيا سعوها عباد الخلاص وهل النية فيه وهما ربحوا وهل الباطل لابسين أحرير وما ناس فوق قبر الحق راهم يشطحوا قالوا لي كيراك قلت لهم لاباس وش النبت سرال قلبي ينفضحوا الدنيا ساعة الدور بلا رقاس متلو فورقامها ما يوضحوا من بارود الموت يزيانوا العراقاس تتفاتم به الناس أو يصطلحوا هذه مهدية ليك يا للي قبشي وقلي قمحي حكيم وغاشي العشاش عرب الحدادة والله يا رشيد لك حل والله تسلاح سلاح العربي وليدات جبالة عرب الطريز من انبار ود الموت يسيان والعناس وتفاتن بيه الناس ويصطلحوا كب السارق فيه يا خبزان العساس كفر خير الطيب وانا نصرحوا يا لولي كرام يا قلت لهم لاباس وجنة تسلال قلبي ينفضحوا ما ملكتي ميتي ماني مخصاص ما ندخل باب الرضا ما نفتحوا يا لولي كيراك قلت لهم لاباس وش النبت سرير قلبي ينفضحوا يعرق عليها الرعي والخماس مولاها فضل ياكل في قمحوا يتفنطز مول الجهل أبلا قنباس والغبار على كفو ما مسحوا والعقل في كلمته رامي قناس إلى ما يحكم فيه سيمو يجرحوا وهالربيع وه سارق فيه يا خبزان الحساس كثر خير الطيب رانا نصرخو الساجي بحصايلو يا وشكروه الناس وجاي يحبط طايلو يا ويشكر روحو يا لولي كيران قلت لهم لاباس وجنة تسلام قلبي ينفضحو ما ملكتي ميتي ماني محصاص ما ندخل باب الرضا ما نفتحوا قالوا لي كيراك قلت لهم لاباس وانا بهمومية عمر للركبة زوجت الهمة جبت معاه يشير سميتو حيطيس في هذا النوبة
تمتحشين عبده في مظهر لباس زي اللي واش راه كايم في جبهه والطير الحر ما تغرق بقفاص يخلقوا دار يعيشوا في جبهه يا لولي كراك قلت لهم لاباس والجنة تسلام قلبي ينفضحوا ما ملكتي ميتي ثاني مخصاص ما ندخل باب بربع ما نفتحوا عيون الناس معلقين مع الرقاص يسخنوا الليو كمن يشطحوا وانا جيت نقول بشعر التهواس صدوك عبجيه ولا ويكحوا مغروري اذا بنيت بنيانا بالاساس ينهبتو حيطان دارك ويطيحوا متن كان رميت صبعك للقراس واعطي حق الصيدة خفف الذبحوا واخدم خدمة وافية وبلا تنقاقاس لا تترك شي شغال يومك يصبحوا وعقارد واحد